كان افضل يعني عند ايام مبارك؟ لا مش كان افضل، مش كان افضل، مرار كان مرار 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 مرار، بهددنا بهددنا في معيشتنا، بهددنا في الشوارع، ومحرش علينا الحكومة، ومحرش علينا أمن الدولة، وما نعيش ولا فيه، وكل حاجة غالية ولعت نار، الحاجات غليت ومش حاسين احنا بالكهرباء، 30 سنة واحنا شاربين المرار، 30 سنة مهددنا ولا معيشة، ومن الساعة 10 تروح بيتك ودعت كده تتكلم تقول حاجة بالسياسة يقول لك جواب الاحتكار موجود، اوعى تتكلم اوعى تتكلم اوعى تقول حاجة، يلا يلا ديك على قفاك وتطلع تروح على الاسم عشان تخلص نفسك، يقول لك هات 50 جنيه هات 100 جنيه هات، تطلع تروح كده مفيش تبالك، بس على حد المرار ده كنا عايشين. طب انت متفائل دلوقتي ان الامور هتتغير مع الوقت؟ الامور هتتغير مع الوقت بس لسه هتطول شويه، هتطول شويه، يعني احنا كده لما هتطول شويه كنا احنا متنا. طب انتوا مستعدين تستنوا؟ ها مستعدين تستنوا وتنضلوا؟ الله كريم الله كريم. بس هقول لك هقول لك حاجه بقى سيادتك، يعني دلوقتي بيني وبينك احنا الموضوع ده لو الموضوع ده لازم يشوفونا فيه حاجه بدري بدري، لان مصر دي الكمبيوتر بتاعت الشرق الاوسط، الكمبيوتر التفاحه بتاعت العرب، يحصل لها كده التفاحة.